بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس أو السيرة النبوية. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو التاريخ من داس السبت عصر أزدنيا كفلنا بلف كفل لا إنما يتوقعوا بعت العقبة الأولى الناي مجمرة والناي ولا تنيو يتجاب بوت قال كيدان تملكت النبر العقبة الأولى الناي العقبة الثاني قال كيدان مالتنا كذابوا هلا مشركوش سلام نسات جوي هنجر مكر بيت يراسات جو مكر بيت على جو إزا مكر بيت وستيت درجون سب سبابة تملكت النايل لن. في دار الندوة بمكر بيت وسط. لما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم الكآبة والحزن. قريه مشركوك موسموك لا ياساد دارو تزنو قال لا نبهرم هو تاتشون اسكما ساتات دراس سلام نسواتشو رفت نسواتشو سلزي اللاتشو عما أراج نبي عليه الصلاة والسلام عند سلتفكر اللاتشو يهجر أقراتشو الله سايتو نيال بلو صلى اللاتشو ودتو موتاتشو سيايو قدي عند تزقاجو أيو عند ودتو أيو نبرتاتشو بيتسبوتشاتشو نجوتشاتشو نيزو ودا أوسنا خزرج ودا مدينة مالتنا مهداتشو سيايو تنكات حزن الناتكازي هزاتشو وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل كذيك الدم بما يتوق عينت ملكو تنكت حساب يا زاتش وسط اتشو كبا جيك تربشو فقد تجسد امامهم خطر حقيقي عظيم اهن اهما اللو بسات كفل لفيتاتشو بتعام ادقنيا يهون كفتنيا يهون ادقا تقارطوا ايو في اللفيتاتشو اخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي يا طاوتاوي نتاچون يا هايمانو تاچون بنسو عبابال اندزيهم يكونومياتچون هلونا يمينكا تلك نطب وسط چغر وسط تغارطون في لفيتاچو تغارطان. ولما جاءوا الى دار الندوه حسب الموعد قديه يه كباد مكر ياسفلغوال ويجيت ياسفلغوال وسان ياسفلغوال بكترو مسرت دار الندوه لك سيغنوا يزا مكر بيتاچو اعترضهم ابليس في هيئه شيخ جليل. ابليس عليه من الله ما يستحق تلك شما قال لي بس سالسو مسلو بزينت ملكو متعفي لفيتاتشو ووقف على الباب بالرف لا يمكومه وقال فقالوا من الشيخ من بل ترسوالوت قال شيخ من اهل نجد كنجد اكابي يمتعو تلك سونين عليك سمع بالذي تواعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون كتراتون سمتو يمتلوتن حساب لمسماتنا استيتم قال لو لمسنزر يمتشو زند مجن يتفلقون والاج وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا من البات حساب قال لو يسنزر الله بمكراتشو من اقر قال آسات يعني يهن اقر آساتاتشهم مالا قالوا أجل قد يوسترون قالوا فدخل معهم تايز وقبوا كزاويتو تجمرا يدرسوا بتهم والثاني ينبر من دهنا استني يا أبي جهل أكد حصل الإجماع في دار الندوة على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام لمقدل والثاني أسعلفه ينبروا
يسمنت هدت من نبرة من وساني لاي درسوا ويتو حقيقة كلال ويت على النبرة بزونة بوت يتنسبت بزو على الجندة وتشن يعني السبت بزو حساب وتشن يسنا زربتنا أبو جهل حساب وتشن هلو عندي سيارة عندي سيارة سيقاوم سيدقف لكنا إلى اللمسيل يراسو ناس تايتوش إيسان الزر نبار يهم يهون أبت السو كمي لو قاس لما يسمع مانو يتوسنوت يسان الزر تحساب من نبار إنيا يهي سوي عاسفل لغنم أجيك سل ربشن كأجر عبارن بنقل أقل من شقر اللوالو أبو جهل يزي حساب تك عوامي هونو قربة فلسو ماي هون من مالي كأجر بالنبار رو ندم التاكوت عند بترتونو بعند بترتون نتو سويني سبسب بننا ليلو تشنت ألاتي أتراكم بننا متو يورونا الملسو سلازي طلعت لما سبسب تلك مكنيات وانا ببن مالتنا سلازي السوء اسفل لقم مالو يهين هالصاب على اسمان ما باتم على ابو جهل ليلو تم دمو اي يهي سايهون ليلة هالصاب هون امسان الزرو عندن يو رقمو لمن دنو عصرنو يهون ابوتا يهون بيت وسط النسراونا أسر بيت قلل تاني أسر بيت بيتشاني أسر بيت لبيتشاو النسراونا ميقب النسطو تنشي مسكوت النازقات جنا ميقب مورولت انداي موت انداي نرار قل كزاق زي يفتاو ادمي يفتاو اندمي بالو ادمي يفتاو يمين هساب سنزرو يهينم أبو جهل عبك كرونات انكرو تقاوم آي هونم لمن زمدوتو وقنوتو آي لكونم تسبسبه ولا توسن اجزي اسمه ماله من البات بكفر كان يا غابي هون مكلو سغانا ونا زبنا ونا بقلالو الى كل ماله تسبسبه متو بيتون افرارسو ليسوتو تشلالو سلازي حساب هون ليل حساب امط كلهم يراساچون حساب ما امطات جمروا علشالو جنني عند حساب الله على ابو جهل عليه لعنه الله فقد اجتمعوا على اقتراح أبي جهل قال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد عند هالساب اللين يعني إن أنت جنقل لا تأتشو لا يولا لا عند أتشو هنا الساب ما سنزر يعني تعالوا هالساب اللين يعني قالوا ما هو يا أبا الحكام يدانيو تشابات نبرا مبارد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا عند هالساب اللين يعني كي يندان لقوسا جقنا وطات تنكارا وطات بزرو يتاوك يتكبر مرت مبال وطات كي يزرو كي يقوسا ونسبسبان ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ليندان لقو رمسا وطات بتعم سلي هنا سيف النستو ثم يعمدوا إليه كذا سقاهيننا فيضربوه بها ضربة رجل واحد يعني سويت يصرفوا بهت يميل حساب سنزرة مكنياتهم من دنو على فتستريحوا من أصلا هم لا تجرم بك أتقلق قليني ينسوي عندن ين هم التنية فإنه إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا يهين كاد الرقى هل يهل مقوسة عبالات الجاتشا اللبت مالتنا يقدي يو هدت لك قبتال الجاتشا وناس قبتال فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا سلزي بنو عبد مناف ينبي يعني عليه الصلاة والسلام قوسة عوشناتش النزي بيتصبوش قوسة عوش كهل مقا أرك كما ولد بس تكر لي لما راجع لاتشوم اي واقوم ما كان نزي قا هلو بتشاتشوم كهلوم قا ايتلوم سلازي يلاتشو بتشن يا مراج من دمي هنا ارك مفترنو
ለርቁ ደግሞ የደም ካሳት ሰብስቦ ይከፈላል የፈለጉትን ያህል እንሰጣቸው እንችላለን እጥፍ ድርብ የሚሰጣቸዋል ችግር የለውም ማለት قال الشيخ النجدي إبليس من على القول ما قال الرجل هذا الرأي الذي لا رأي غيره أوه هما عينتين يو بتأمرت حسابنا اندي هينت حساب يلم مال كزيو تشير إلى حساب اندات مرتو ليلة نقر اندات تلو بتأمرت ندف اكد ان حسابنا وال. طبعا تسمع مهين اللي أدرقو الله سبحانه وتعالى يهين ويهتاتشا وناس كمت وإذ يمكروا بك الذين كفروا إن الزاكة هاديان كجب لو سيراسي تنسسوا يعلو انت جبات هنيتا أو صلاتشا إلى الله لنبي مين أقراتشا ليقتلوك أو يخرجوك ليأبارو ويم ليأسرو ويم لي قالوا بتايو غزي الله انت جبات هنيتا نغراتشا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الناس تنكونني مكرالو الله كزدنيو تشلو يبلط زدنيا نو جل في علا الناس منن بمكرم الله سبحانه وتعالى ملكتنيا ومادان ما ترفني اكتو جيت ايدلم اترفاتشو اداناتشو انديت ترفو دانو يميلون كهجرا غا بتايا زملكو بمنايو نطب يبلط ايبرارال معناته እንዲህ እነሱ ሳኔ ዳዋውን ድባቅ መምታት ነበር ይሄም ያሳየን ያ አብደላህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያቶችን ፈለግ የሚከተል መንሃጅ የሚከተል ማንኛውም ሰው የነቢያቶችን ፈለግ በመከተል ረገድ ላይ ተውሂድን ለማንገስ ሽርክን ለማርከስ ተውሂድን ሱናን ለማንገስ ቢድዓን ለማርከስ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ማንኛውም ሰው እንዲህ አይነት ሴራ እንደሚጠነሰስበት በታሪክም ብዙ ምሳሌዎች እንደተደጋገሙ እንማራለን ይህ ሴራ በእነሱ የተጀመረ አይደለም ከነሱ በፊት የነበሩ ሰዎች የሚያሳየሩት ሴራ ነው ብዙ ነቢያቶች ላይ የተደረገ ነው ወደፊትም ይቀጥላል አተዋሶ በ ያስብላል አደራ ተባባሉበት አይመስልምነ አላህ እንዳለው አተዋሶ በ አደራ ተባባሉን ላ ነገር ግን አመጻቸው ነው አንድ ያደረጋቸው አምባገነናቸው ነው አንድ ያደረጋቸው በሐቅ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ግዜ እንዲህ አይነት ፈተናና ትግል ይገጥመዋል ውይይት ይካሄድበታል ውሳኔዎች ይተላለፉበታል እንሰረው እንግደለው እናባረው ምን ይሻላል ሁሉንም ግን የሚያስማማ ነገር መጨረሻ ላይ ግራም ያጋባ ሌላ ጥያቄ እናሳባቸዋል እንጂ እንግደለውና እንገላገል የሚለው ውሳኔ ነው ይህ አይቀርም ወደ ተውሂድ የምትጣራ ወንድም ሆይ የምትጣሪ እህት ሆይ ይሄ እጣፈንታ እንደሚደርሰን እንደሚገጥመን ማወቅ መቻል አለብን ራሳችንን ለዚህ ካዘጋጀን በርግጥም ፈተናው ይቀልል ዳዕዋ ቀላል አይደለምና ዳዕዋ ፌዝ አይደለምና ዳዕዋ እንደ ተራ የሥራ ጉዳይ ሥራ ነገር አይደለም انما دعوه الى الله عز وجل سو سميታቸውን እንዲተው የሚያመልኩትን ነገር ትተው አላህን በብቸኝነት እንዲያመልኩ ከእምነታቸው ጋር ጦርነት መፍጠር ነው ስለዚህ ምንም ነገር ባትላቸው በዳዕዋም ብትለሳለስ ባትለሳለስ ጠንካራም ብትሆን ባትሆን ሁሉ ግዜ ቅር ይላቸዋል باطل ላይ ያሉ ሰዎች ሰላም ይነሳቸዋል ያንተ ዳዕዋ ምን ከሆነ ነው ዳዕዋ طبعا لله وفي الله لله بلن ወደ አላህ ምን ጣራ ከሆነ ብቻ ነው የማይደርስበት የስም ማጥፋትና የስም ማጥፋቱ ጉዳይ በጣም ቀላል ነው ከዛ የባሰ ግን ብዙ አደጋዎች ልክ ነቢያቶች ላይ እንደመጣው ሁሉ በእያንዳንዱ አማኝ ላይ መምጣቱ አይቀርም ጽናት ثبات استقامة አስፈላጊ መሆኑን ያስረዳናል ያስተምራናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን በቀጣይ ክፍል ደግሞ እንገናኛለን هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم